في هذا الفيديو حوريكم كيف تشغل لعبة جنرال زيرو اور باستعمال كرت الشاشة انفيديا في اللابتوبات. في اللابتوبات غالبا كل ما شغل لعبة تستعمل كرت الشاشة اللي هو ضعيف انتل او حق اي ام دي، مهما حولنا اعدادات من ويندوز او من انفيديا كنترول بانل ما بزبط معنا. عندي لكم اربع حلول نقدر نجربها. الحل الاول اذا عندكم انتل الجيل 13 فحيكون الحل ان شاء الله مقبره بسهوله، كل نحتاج ندور على البرنامج الخاص باللاب حقكم. فعندنا كمثال عندكم ام اس اي حندور على دراجون سنتر ونروح على هذه الخيارات ونختار كرت الشاشه. اذا عندكم لابتوبات من اسوس راح ندور على برنامج ارمور كرييت، نروح تحت عندكم حتلاقوا اللي هو الالتيميت بلان نختارها ويشتغل معاكم. واذا عندكم لابتوبات لينوفو راح ندور على برنامج لينوفو فانتج ونروح على جي بي يو مود ونختار اللي هو دي جي بي يو مود اللي هو زي اللي هو اخر خيار تحت. فإذا ما لقيتوا هذه الخيارات تأكدوا أنكم مسوين أبديت لللابتوب زائد البرنامج، وإذا ما في خلينا نروح على الحالة الثانية. الحالة الثانية عندنا نحتاج نروح على البايوس حق اللابتوب وندور على خيار حق تغيير جي بي يو، لكن للأسف هذا موجود في كل اللابتوبات فحتكون شكلها تقريبا زي هذه الصورتين، لكن ما في طريقة معينة أو اسم معين كيف راح تلاقوها. الحالة الثالثة اللي اكتشفته بالصدفة أنكم تشبكوا اللابتوب في شاشة خارجية، غريب. فبعد ما تشبكوها تروحوا على فيديو كنترول بانل، حتروحوا على فيزكس وتختاروا اللي هو الجي بي يو، تاكدوا انه موجود عندكم في اليسار في عندكم الجي بي يو وعلى السهم اللي تحت. وبعد نروح على الويندوز سيتنجز، بعد نروح على الجرافيك سيتنج نسوي البراوز ونختار الابلكيشن اللي نبغاه اللي هو جنرال زيرو اور، وبعد نضغط عليه ونختار اوبشن ونختار كرت الشاشه اللي نبغاه اللي هو زي ما ظهر عندكم. حاجه اضافيه كمان حنروح على ويندوز اللي هو ستارت، بعد نكتب ايديت باور بلان حنختار اول خيار، وبعدها نروح عندنا هنا ترجع ورا اللي هو الباور اوبشن ونختار كرييت باور بلان، بعد نختار هاي بيرفورمانس ونسميه هاي بيرفورمانس، وكذا يصير عندنا هاي بيرفورمانس بلان وحدينا اقوى اداء. اذا ولا واحد من هذه الحلول ضبط معاكم، الخيار الرابع واللي ما انصح فيه فعليا انكم تثبتوا ويندوز 7 لكن ما تسووا اي ابديت علشان يجيكم خيار تشغل لعبه باي كرت شاشه، لانه ما في ابديت ففي مخاطر امنيه وزائدا حتصير لكم كراشات والواي فاي حيكون فيه مره ضعيف، فما انصح فيه ابدا هذا الحل.